صفر صفر طبعا، نظرا للمتعه نظرا لفرص كثيره وعديده. خطا من مكان سليم، تركيز كبير جدا من كل اللاعبين. شادي، شادي والصغير هيسيبها لشادي، شادي سدد، الله، جول 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 جول. لابد ان ينتهي الشوط الاول بهدف، وما اجمل نهايه الشوط الاول بهذا الهدف. شادي حسين ينطلق ويسجل صاروخ في المرمى، ما يقدرش عليها حمدي، على طول تاخد ايديه وتدخل المرمى، تاخد ايديه وتاخد قلوبنا وتدخل الكره المرمى. يا سلام على هدف رائع في منتهى الجمال يا شادي، في منتهى الجمال يا شادي، الله، على هدف في منتهى الجمال. زيكو واتفاق ما بين الاثنين، سيبها انت وسيبها لي، ولكن كان قدها وقدود بالقدم اليمنى صاروخ. الله 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 الله، على قدم يمنى مثاليه، هدف مثالي والكره في المرمى، تاخد ايد حمدي والكره في المرمى، هدف في الثواني الاخيره من الشوط الاول. شادي حسين يسجل الهدف الاول لنادي زد اف سي بثقه كبيره، بتسديد الكره بالقدم اليمنى بشكل مثالي. صاحب ال 31 سنه يسجل هدفه التاسع في مسابقه دوري نايل، وكان صنع هدفين من 26 مباراه.